بألف خير مشاهدينا وين ما كنتوا موجودين بداية عالم صباح بداية نهار جديد بتأمل دايما أنه تكونوا كتار لحتى تتابعونا اليوم مع ضيوفنا فقراتنا ومواضيعنا العديدة يلي طبعا بمعظمها بتكونوا أنتو كمان طالبينا ونحن موجودين لنكون دايما على تواصل لنعطيكم كل المعلومات يلي أنتو بانتظارها اليوم عالمنا الصباح لغاية الساعة 12 ونص تقريبا بتوقيت بيروت بهالوقت بنصبح بالخير الشيف حسين يلي رح بيكون موجود على فقرات ورشة ملح صباح الخير صباح وغدا كيفك اليوم؟ أنا منيح كيفك أنت؟ على السريع على السريع عد معي بل يلا طيب عنا ريدس بصلصة كتير شهية بصلصة الكاري في عنا كمان الباستا بالهليون والزيتون وعنا معكرونة بالفطر والجبنة لكن هول ثلاث وصفات غدا رح نحضرهم لليوم انا هيك بقول لكل لك المشاهدين يتابعونا لحتى نحضر هالوصفات سوا لتتن عظيمين رح ننطر لكن لحتى ناخذ منك تفاصيل اكثر بما يختص دائما بالتواصل مع عالم الصباح بدي ارجع مشاهدينا دائما اذكركم انه فيكم تتواصلوا معنا عبر كل وسائل التواصل وخصوصا بالنسبه لكم فيكم تبعثوا لنا صور او حتى فيديو عبر رقمنا الخاص على الواتساب اليوم 21 نيسان 2017 كيف رح بيكون هالنهار وشو رح يحملكم من مفاجات حلوه كانت او لا اكيد نسمع تفاصيل مع كارمن ضمن الابراج صباحكم بالخير يوم الجمعة 21 نيسان ابريل، يوم القمر مرافقنا من برج الدلو الهوائي وعم بشكل مربع مع الشمس وبالتالي احتمال انه يكون في اليوم بعض المزاجية عند يعني مواليد برج الاسد وبرج العقرب. خلونا نبلش على كل الابراج ونشوف هالنهار كيف بده يكون، البداية مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل بعتبر هيدا نهار بتتقدم فيه الامور على ذوقك، الامور يبدو وكأنها عم بتدور الاجواء بطريقه ايجابيه طبعا كل ما انت شاركت كل ما كانت الامور افضل احتمال انك تلقى ترحاب تلقى دعم وتلقى تأييد كتير كبير اليوم تبقى المواليد الأنشط نسبيا مواليد نيسان أبريل بشكل خاص 17 و 18 نيسان أبريل بنتقل لبرج الثور بالنسبة لبرج الثور هيدا نهار صحيح بيتحدك بيتحدى هدوءك بيتحدى طول بالك لكن بنفس الوقت معقول يقدم لك فرصه حلوه وكانه عم يستفزك لحتى تاخذ خطوه تاخذ مبادره تجاه مساله شوي صعبه شوي معقده لكن بالنتيجه يمكن تكون ايجابيه ومهمه لإلك ففكر منيح قبل ما ترفض اي مسؤوليه بتبقى المواليد بعتبر عندها حصوص أح احسن من غيرها 10 و11 ايار مايو كمل مع برج الجوزاء بالنسبة لبرج الجوزاء هيدا نهار نوعا ما بيريحك هيدا نهار وكأنه أوف وكأنه إيجازي لكن بدك تنتبه مش أنه تسرح وتترك الأمور المهمة ماشية أو أنت مستخفية أو هاملة الجو بيعطيك فرصة جيدة للنجاح استغلها بكل قوة ما تترك نهار يمرق مرور الكرام انت بحاجة للحظ الموجود اليوم لتخلص أعمال صعبة الأقل حظا نسبيا 18 و 19 حزيران يونيو كمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان بكرة بكرة أريح لك بكرة أفضل لك لكن اليوم نوعا ما بتحسوا أنه في أمور لازم تشتغل عليها لحتى يمشي حالة بكرة اليوم النهار بيطلب منك انك تشوف الامور مثل ما هي مثل ما هي على الامر الواقع مثل الامر الواقع هذا هو بدك تشوفه بدك تواجهه وبدك تعمل مستحيل لحتى تمشي الامور مش انه تعند وتتكبر وتترك المشكل بالعكس تماما تواضع شوي خط خطوة وشوف انه الامور رح بتصير فعلا كتير بتقلب الامور لصالحك مية بالمية الاكثر حظا 8 9 و 10 تموز يوليو بنتقل لبرج الاسد بالنسبه لبرج الاسد هيدا انهار بخربط لك حياتك هيدا بين هلالين بيقلب الامور فوقاني تحتاني يمكن بكلمه وحده بتبدر منك بتطلع منك بتندم عليها دغري فجاه بتطلع منك ودغري فورا بتندم عليها لانه المواقف المتسرعه اليوم المواقف الحاده اليوم بتعمل مشكل وبتعمل ازمه فكون حذر جدا بتبقى المواليد الاكثر توترا هي مواليد شهر اب اغسطس بكمل مع برج العذراء بالنسبه لبرج العذراء نهار نهار طويل نهار في شغل نهار بتحس انه ما عم يخلص هالشغل صارت الساعه 4 صارت الساعه 5 بعد الظهر شغلك بعد ما خلص ومش بس هيك بكره بكره اتعب وبالتالي الامور الصعبه شيلها من دربك اليوم الامور اللي بدها موافقه شيلها من دربك اليوم لانه بكره في مين يعترض على بعض الامور فنوعيه الوقت اليوم بتقول خلص الشغل الصعب بكره وبعد بكره نقي الامور يلي ما بدها موافقه من حدا يلي ما بدها مواجهه من حدا يلي ما بدها اذن من حدا بكره وبعد بكره في عراقيل تبقى المواليد لاكثر حظا 12 13 ايلول سبتمبر بنتقل لبرج الميزان. <applause> بالنسبة لبرج الميزان اليوم نهار حلو. اليوم نهار بتبين فيه أنت إنك فعلاً متمكن من ذاتك. هيدا نهار بكافيك، هيدا نهار فجأة بتحس إنه أوف كلهم عم يركضوا عليك، بتحس حالك إنه أنت الـ الـ أنت محط الأنظار. ومش بس هيك هيدا النهار بيعطيك بيعطيك نجاح بيعطيك فرصة حلوة بيعطيك دعم بيعطيك قدرة لحتى انت تغير في فعالية بهيدا النهار فما تقعد مكتف ايديك بتحرك اليوم بكرة نهار متعب اليوم الامور بسرعة بتزبط بسرعة الاكثر حظا 19 و 11 اكتوبر كمل مع برش العقرب مولود برش العقرب مثل مبارح الجو اليوم مزعج اليوم الجو تقيل فلكيا جو عاصف فبعد عن المشاكل ما تحط حالك بجو في خلافات بجو في تشنج جو مكهرب لانه اليوم انت ما بتحمل انت بحاجه لا تبتعد عن الاجواء العاصفه لازم ترتاح لازم تكون باجواء ريلاكس رومانسية مع أنك منك رومانسي اليوم ما 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 إيش ما 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 حدا قدامك ويمكن ما حدا إيش عاك اليوم ما هيدي المشكل بكرة أفضل فما تعمل مشكل كبر عقلك الأكثر تعبا مواليد نوفمبر بنتقل لبرج القوس مولود برش القوس نهار نهار حلو نهار حلو لأنه بيعطيك مجال لتحرك مولود برش القوس أكثر شيء أصعب شيء عليه أنه يقعد بين اربع حيطان ما عم بيعمل شيء اليوم في مجال للحركه تطلع من المكتب تطلع من البيت بحياتك الاجتماعيه بدرسك مدرستك في حركه بتحس انه خي اليوم حلو حسيت حالك عم تتسلى في امور مفيده لك اليوم افضل من بكره فتحرك اليوم احكي اليوم هالافكار الحلوه الذكيه اللي عندك اياها طلعها اليوم وصلها اليوم للاذان بكره رح بتكون شوي متعب وهمومك اكبر الاكثر تعبا 19 20 ديسمبر بنتقل إيه لبرج الجدي مولود برج الجدي فترة أنا بعتبرها إيجابية لمولود برج الجدي وحتى الحظ عم بيقوى شوي بارح اليوم وبكرة وبعد بكرة وكأنه أنت اللي الكل عم يتعب إذا عم بتتابعوني عم بتلاحظوا أنه هالكم اللي عم بحكيهم شوي تعبانين أو مقصرين وملحوقين أو مين السب معناتها في حدا واقف قدام مين السباق مولود برج الجدي انت من السباقين وبالتالي امورك ماشي بسرعه وقادر تسبق الاخرين باشواط نوعيه الوقت ممتازه ممتازه هلا ما معناتها انه نحن خلص نشتغل من دون ما نفكر لا بدك تفكر لحتى تكون انت فعلا باقي السباق وباقي الربحان وربحان باشواط الو فرحظا 6 ل 9 كانون الثاني يناير بنتقل لبرج الدلو مولود برش الدلو ما تطلع غيرك طلع بحالك طلع بحالك انت طلع بمكتبك طلع بشغلك طلع بعلاماتك ما تقارن حالك بحدا حان الوقت لحتى مولود برج الدلو يفكر بحاله فقط انت راضي يمكن يكون راضي بشوي غيرك غيرك كثير انت شوي لكن انت راضي انت راضي اذا القاضي راضي معلش خلص مولو برج الدلو فكر بحالك كون مرتاح مع ذاتك مع ذاتك لحتى ما تتمرد على ذاتك مولو برج الدلو احتمال انه يكون في قرار نابع من ذاتك اليوم لتحريك الامور يمكن تدخل شيء مهم او تسمع جواب لمساله عالقه 5 6 7 و8 شباط فبراير الاكثر حظا كمل مع برج الحوت بالنسبه لبرج الحوت لبكره لحتى تصحصح اليوم مولود بوش الحوت معرض لالتباسات لتاخير اللي ضيع اغراض ضيع شنط ضيع حجز افكارك مش ظابطه اليوم من المستحسن انه ما ما كثير تتفلسف هيدي متل ما نحن بنقول باللبناني اليوم قعد عائل عندك افكار حلوه ايدها الشغله اللي بتكون اليوم انت بنظرك بنظرك ممتازة هي منا ممتازة لأنه فيها شوائب وفيها أخطاء أنت منك إيش عار إذا عندك امتحان بدك ترجع تقرأ اللي أنت كاتبهم لأنه احتمال أنه يكون في خطأ جسيم ومنك مشتلق له فقعد قراءة حساباتك بشكل خاص 3 و 4 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة كثير مهمة، هيدي السنة معقولة ترفع من شأنك بشكل كثير كبير، فحضر حالك لنقل نوعية إذا أنت جاهز فقط لا غير، يمكن تكون مهنية، يمكن تكون اجتماعية أو حتى دراسية، أيار أي مايو، أيلول سبتمبر وكانون الثاني هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. طبعا شكرا لك كارمن نحن عم نتابع فقراتنا من بعد هالبريك رح تنضم لنا هاديا نكون عن الموضه وكمان من الفقرات المتبقيه خفيف نضيف مع كارلا وبيت بيوت وما مننسى مثل ما ذكرنا شف حسين رح بيكون موجود على فقرات ورشه ملح بريك ومنتابع